في وجود امرأة جميلة على يميني، خليني أوجه لك أنت الكلام وتمثلين في كل امرأة قاعدة تتابعني بالوقت الحالي. ما عاش ولا كان من يستنقص قوة المرأة، ولا رجل أصبح رجل إلا بتربية امرأة، ولا رجل استقام وقدر بأن هو يوصل للي يبيه إلا في ظهر امرأة عظيمة، أخت عظيمة، زوجة عظيمة، أم عظيمة. الامرأة هي فعلياً اللي تقدر تسند نفسها بنفسها، هي الإنسان اللي منها نتعلم القوة والصبر والثبات والكفاح. لما تعرف شنو يدور داخل عقل وقلب المرأة من معارك كثيرة، من تعليقات كان ودها انها تقولها وسكتت عنها، من تفاصيل لو انت مراعيها كنت جبرت بخاطرها بدل المرة ألف، وفوق هذا كله تحبك وتعزك وتغليك، تخدمك وتشيلك بين عيونها وتحطك فوق راسها. المرأة اللي فعلاً لا يوجد هناك أي كلمة تنصف ما تفعله في حق هذه الحياة، من أم، من أخت، من زوجة، من معلمة، من صديقة، من مذيعة، من مطربة، من فنانة. صوتي اليوم لو شكثر بوصل فيه كلمات شكر وامتنان إلى المرأة بتكون قليلة في حق ما تفعلونه في حياة من حولكم. نتعلم منكم الحنان والرأفة، نتعلم منكم الصبر والقوة، وفوق هذا كله لا تقبلون بأن تكونون أقوى من أي رجل في حياتكم، بل تتواضعون بأنوثة وبخجل وبجمال، وتسلمون دفة القيادة لمن يظن بأنه فعلاً القائد في العالم. يا سلام عليك، يا سلام عليك.